بديت في مجال اقتناء اسماك الكوي من حوالي 6 سنوات، واول ما بديت في المجال هذا كان عندنا في الامارات للاسف ما كان في اي من الاحتياجات الاساسيه للمجال هذا موجوده. انا طبعا بنيت البحيره هاي في البدايه، فبنيت بحيره جميله، فكنت حاب ان اجيب اسماك من اليابان ذات مستوى عالي، لكن ما كانت اي من الاحتياجات هاي متوفره. فبديت ابحث في المجال وبديت اتعرف على شو الاحتياجات اللي ممكن تحتاج لها اسماك الكوي، خصوصا في بيئتنا اللي هي درجه الحراره عاليه، وعاده الاسماك هاي تجي من اليابان، فدرجه الماء تكون بارده جدا. طبعا انا احب الاسماك الزينه من يوم كان من عمري صغير يعني، وبديت في المجال هذا بشكل مبكر، وحتى لما كنت ادرس طب في بريطانيا كنت كذلك اربي الاسماك الزينه واقوم بتربيتها ومكاثرتها. لكن لما تعرفت على الكوي هو ملك اسماك الزينه، فكان عالم اخر مختلف تماما. ولو تشوف مجال اسماك الكوي على مستوى العالم مثل الخيول الاصيله. احنا اليوم الحقيقه يعني خصوصا كاول شركه اماراتيه متخصصه في المجال هذا، بدينا نعرف الشخص في دوله الامارات او حتى في منطقه الخليج او الشرق الاوسط على المجال هذا. المجال هذا جديد وحابين الناس تتعرف عليه اكثر واكثر، سواء من ناحيه بناء البحيرات بالشكل الصحيح بالشكل الطبيعي اللي فعلا كان موجوده من 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 منشاها، يعني مش كانها مان ميد او مش كانها صناعيه، او في ناحيه التطور في اقتناء اسماك الكوي ذات الجودة العالية والمستويات اللي هي ممكن ان احنا ننافس فيها عالميا في البطولات العالمية. وطبعا اليوم بدأت الحمد لله هواية اقتناء اسماك الكوي تنتشر ما بين الشباب الاماراتيين، وفي مجموعة من الشباب اليوم بدأوا يتوصلون الى مراحل جيدة. السنة اللي طافت شارك معنا 3 اشخاص من الامارات في بطولة العالم لجمال اسماك الكوي، واعتقد ان العدد راح يكون متزايد. نطمح ان شاء الله تعالى ان يكون عندنا مسابقاتنا الخاصة هنا في الامارات، وراح نحب بالتأكيد ندعم انشاء مسابقاتنا الخاصة في الامارات. انا اقول للشباب ياخذون المعلومات من مصادرها الفعلية، لان مجرد ما احنا قدرنا نوصل للمعلومة الصحيحة، هواية اقتناء اسماك الكوي هواية جدا جميلة، تعطيك نوع من الراحة، نوع من الطمأنينة، كذلك هي هواية ممكن افراد العائلة كلهم يتيمعون فيها ويستانسون فيها، فنشوف كثير من الايجابيات للهواية هاي. فاحنا بالتأكيد راح نشجع، واي حد حاب يدخل المجال هذا بالتأكيد راح ندعمه ان شاء الله تعالى.